بسم الله. ربنا اشرح صدورنا وبيض وجوهنا يا نور على نور. الحمد لك أبد الآباد يا رب العباد. أنت خيرا لكم إنما جت ثانية مرة ثانية إنما الله إله واحد. On parle le droit de discuter de l'unicité de Dieu. Il est unique. وعين كبر لأنه الله أكبر لأنه خالق يتميز بالخلق ولأنه قادر ويقول ما يشاء ولا يقول إلا حقا ولا يشرع إلا ما فيه خير خلقه. تشريع بالنسبة الرب تشريع بالنسبة للإلكترونات بالنسبة ل مجرات بالنسبة للمواد مهما كان نوعها للحيوانات مهما كان نوعها للنباتات مهما كان نوعها والوحيد اليار كيف التكاثر في عالم السمك ولا التكاثر في عالم النباتات شجرة تمضي تخرج ثمار وبعد من الثمار هذيك البعض منها حين يتعفن أو يسقط تترك بذور باش الدورة اللي خاصة بك الشجرة ذيك تدوم إلى أن يشاء الله. الحمد لك ربنا يا قدير يا عظيم يا محسن خلقك أجمعين. ومن جملة إحسانك يا ربنا أن جعلت النار يعني درجتها أنت قادر على رفعها لكن رحمتك اقتضت أن تكون درجة الحرارة في جهنم منا تجم تقول لطيفة نوعا ما بسكان جهنم وبئس المصير لهؤلاء الأنذال المناجيس.